السلام عليكم الاولاد، مرحبا بكم مع ابو سعاده. وابو سعاده كالعاده في رياكسيون جديده. مروان نردوي هبط لنا تراك اسمه لاباس، التراك اللي صارت فيه مشكله وتفسخ من اليوتيوب لاسباب ما نعرفوش عليها شنية. مروان نردوم هبط ستوري قال مشاكل وناس تحط لي في العصافه العاجله، حاسيله الحمد لله التراك رجع 74 الف فيو رغم المشاكل، 15 توندونس رغم المشاكل. قبل ما نمشيو نسمعوا التراك حبينا رغم المشاكل حبينا نسمعوكم اكستريم من التراك الجديد نتاع هيكل، خليوكم معاه ومن بعد اللي نرجعوا. محكوم عليك بالملي مرمزي هوني حتى كي تجي الاول تاخذ برونزي، تخير الدولة تقول لك كنزي، تبقى زت وتقول لك عادي حبسك منسي. حبوا اللي دانس افانسي، حبوا النجاح كان في منهج فرنسي، حبوا كان الفاس طبس ولانسي، كان على حق شغله بحر بالانسي. ربنا الشارع في الشارع كبرنا في رجلينا طوال، ما ندمناش صبرنا وندمشي عطلات الغلطة ما يصار. قدرنا برشا ناس ما تستاهلش فاينينا صغار، الخبز المرة خلت برشا ناس في الحياة صغار. ربنا الشارع في الشارع كبرنا في رجلينا طوال، ما ندمناش صبرنا وندمشي عطلناتي الغلطة ما يصار. قدرنا برشا ناس ما تستاهلش فاينينا صغار، الخبز المرة خلت برشا ناس في الحياة صغار. اعطيونا رايكم في التعليقات لوتا وشنو توقعاتكم. رجعنا على البلاصه ايه في المونتاج يتحط شنو رجعتها. حاسين الاولاد اعطينا رايكم وتوقعاتكم لوتا في العتراك. مش حاسين مسبور هي احلى ناس نمشي نسمعوا مروان نردو. ليتس جو. في بعضكم ما لقيتوش الخير، ما لانيش باش نلقى فيكم رياكشن مجتمع فيها الرياكتي باش نقريكم. ما تكرس كان اللي فارغ حقيقه مش نسب فيكم، قالوا لي ما يجيش بطلت الهو بنقبكم ماذا بيكم. وسعد الحق حق حتى عدويا نعطيك حقك، لا خوف ولا طميع يدك فاش باش نسد حقك. قولوا الكل نغار مستاره كحقك، وقبل ما تحكي وعد ترمي سروالك غطي شقك. شوف الاوتفيت ماما امور اوت فيها ما تحكيش. لاكوست طفلة وجهها مش غريب، طفلة وجهها مش غريب. يمكن وانت تعمل في سبور حاجة هيك. لا 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 لا، انت ترقك وانت راقد، فهمتني؟ حلمت في الجنة فريت الحوري ام ازين. اكيد باص لا لا تعمل في سبور حاجة بالاوتفيت. اني لابس، انت لابس، هيك لابس، انا ديما الحمد لله حتى النردو لابس. ويا خسرت الايام اللي بقت كان كلام، وكان ما جيت تبان والله ما تشوف مني الملام. وباللي باي باقي ما كان جيت مني شنيا، وكان ما جيت تبان. بالليل لحظة بالله شوف لي اللقطة هذه. عباد تصور في تصويرة على الحيط. شوف تصويرة ما عادية. لنا تصور على الحيط يحطوك في الحبس عادي. العباد اللي تاقي وتقرفت وتزين في الدنيا بالرسم، تزين في الدنيا. لا فما عندنا عباد في تونس تزين في الدنيا كما جيت. يا ربي رايح يوتهم شقة ويزيناها وردام أحلى ويصرف دور من جيب. والله ما تشوف مني الملام، وباللي باي باقي متلام كميناك باللي بعيد باقي متلام، باللي جاب دروحي باقي لومو فيا عليه. ظلام وكيف عطيت الامان وما ديت اسلم، مشيت في الافهام باللي كنت ملالي فاضل الكاس وذاقيت الانفاس مات الاحساس. بالكتمان باللي كنت ملالي فاضل الكاس، بالكتمان اللي نفاضل الكاس وذاقيت الانفاس مات الاحساس. وباقي نعيش ولاباس، ربي نورينا اللي مش عارف وتقاس، والغالي الرخاص بقطنا وفاس. وفعلك يا ولد الناس ما ركزتش في الكليب جمل. يعني البيت مزيان اخونا البيت تحسه مشكشكي شكشوكي، فيه من الدريل وفي شركاوي تحسه، عرفتها. اوفيسيال ميوزك برود باي يونس بيت. الحوت على يونس بيت. يونس بيت ساعش خويا يونس بيت. مات الاحساس وباقي نعيش ولاباس، ربي نورينا اللي مش عارف وتقاس، والغالي الرخاص بقطنا وفاس. وفعلك يا ولد الناس، ربي شكيت راني عيت ماني بعيد. شنو فما؟ مجزرة اسلامية برو في فرنسا
كي تفرض حلال. كي تفرض وجودك كعربي وكمسلم بلد الناس بيك. ربي شكيت راني عيت ما نبعيد على حبال هالدنيا وسامحيني يا ممتي نحب نشوفك في عيشة هنيا ربي شكيت راني عيت وما نبعيد على حبال الدنيا سامحيني يا ممتي نحب نشوفك في عيشة هنيا الحرم في ناس مترابي أخونا بايبويتك وفازيتك وصرخاتك يا إلهي ما هذا انظر إلى هذه الصرخة الرائعة يا إلهي ممتي نحب نشوفك في عيشة هنيا أطلع الحرم في ناس مترابي وما تجي كمل أقرب وعادي شوكي نمشي وما نعيش بنادم كذاب قارب وتحطينا في غربة ورينا العذاب وكيموت ولنسميه خرشي لي كشر الأنياب كيموت لنسميه الخرشي لي كشر الأنياب هذه هذه احترافية في الدومين متاعنا احترافية راو نحكي عليك وحيت. كي تموت بس صحيت صحيت قاعدين نعيش ونتعلمه قبل كي شعلني لك الضوء وضربنيك بالبروجكتير وضربنيك بالضوء خليناك تنعنع شويه وتشم الهواء فهمتني فانت بعد ما طفينا عليك الضوء اكتشفت بالرسمي اللي هاك الهواء اللي كنت تشم فيه الضوء متاعنا واحنا وهيك غلطه في كاريرنا تعلمنا تعلمنا ما عاد كي تموت كي تهبط الف ستوري ولا الاخر كي تستفز وانت ولا ما عادش نجبد لسامي بالرسمي هذه الاحترافية ستوري ستوري ستوري, ستوري. هذه الاحترافية بلاش شوف لحظة تبدأ والله تبدأ شو كيما توا عارفني نحكي عليك وانت عارف اللي نحكي عليك والناس اللي عارفة الحكاية يعرفوا اللي احنا نحكي عليك لكن الناس الجديدة الناس الجديدة النيونيو ما يعرفوش انت شكون ويحبوا يعرفوا شكون فلذلك بلو فهم خدم على روحك والله العظيم قسما بالله كملوا مع مروان نردو كي راك تخدم وتعب وعارق ونجح نفرح لك بالرغم اللي انت ما تستحقش اما نفرح لك والرغم اللي انت حقودي اما نفرح لك هاي اخوي نكملوا مع مروان نردو عندي وهات الليل ما ماد وما نخاف كان الله عندي اخوات سات الحياة دورا القضبان والله حوامنا مشات قول ما ناش تابعنها المالة وما ماد العين اللي رد حكاية مرة مشيت بنية وما خممتش فيها وما حبيتش مشيت بنية وما خممتش فيها ايني كي مشيت بنية ما خممتش في روحي لا لا مشيت بنية وما خممتش فيها عمل شاي كي تحطيتو معايا وباللي حكيتو فيا باقي مكمل وحدي فرد اثنين وداري باللي عسو علي في الرايحة والجاي نار وباي دوك القراب ماكم اصحابة فاريات ولين الموت شكت والله العظيم راهو عنده راب شونتي دي عنده زوز تراكات دريل تبكي 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 دي نارو باي دوك القراب ماكم اصحابه فاريات ولين الموت يلي كذاب تحبوني لكرح البلاد مع الاحباب بلاش حساب نعرف لي اخرتها تراب وعمري ما سكرت الباب عالناس اللي الشهر المواد مقواها تحبوني لكرح البلاد عملي ما سكرت الباب على الناس اللي الشر نويت شو الساك وين عادي 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 مول الكرب يجي يعمل شوها في بالك عادي عادي ما خلقنيش اخر حاجه تحق عليها نقود وبنانات ربي شكيت راني عيت ما نبعيد على حبال هالدنيا وسامحيني يا ممتي نحب نشوفك في عيشه هنيه ربي شكيت راني عيت وما نبعيد على حبال الدنيا وسامحيني يا ممتي نحب نشوفك في عيشه هنيه الحرم في ناس مترابين وما تجي كمل الاقرب لا طلع غوله طلع طلع غوله طلع طلع تبكي طلع طلع تبكي تبكي طلع هيك شوفك في عيشه هديه الحرم في ناس مترابين وما تجي كمل الاقرب وعادي مترابي وتجي كمل الاقرب متاع هذوكم هما متاع نوردو عرفتهم عرفتهم كلمة تمشي ما تقضيهم ما تنجم تقضيهم كان من مغاز نوردو اللي بيع المواد الغذائيه كي نمشي وما نعيش بنادم كذاب قارب وتحطينا في غربة ورينا العذاب وكي موت ولا نسميه خرشي لي كشر الأنياب عندي وهاد الليل ما مات وين خاف كان الله عندي خوات سات الحياة ورا القضبان والله
الله ومن مشيت تقول ما ناش تابعين هالملة وما ما ومن مشيت تقول ما ناش تابعين هالملة يا أخوي تقول ما ناش توينسة معاهم تقول ما نشنا معاهم العين اللي رد حكاية مرة نردو احلى ناس والله في بالك ما ركزتش مع الكليب جمله وتفصيل جمله وتفصيل الكليب الكليب سامبل معناه ما فيش سيناريو ولا حاجه معناه يعني انت تمشي على درا شكون سلم ودرا شنو ومشي ايه معناه نتا 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 يعني ما فيش سيناريو باش تركز معاه ولا حاجه فهمتك فهمت اما اخويا اتراك يفجع 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 برشا انرجي فما فرحان شويه هو نردوة لا يعني الفايب ككل مشكلة حزينة الفايب حزينة متفاينة شيء مزيان وحده إيجابية مش سلبية صحيح يتبسم على غير العادة صحيح نردوة مستنس حتى من المرة شو اسمه ولا يبكي تيليه الآخر فرانكو في الرياكسيون بتاعه يبكي تيليه حساس ما وضع يغني على الأم والآخر توحش أمه في الغربة يا أخوي يا ربي رد غربتك صحيح يا أخوي لها أحساس وجدي ولا المخل وتحمل لا خير نردو غناء يتحس غناء يتحس غناء يتحس كهو عادة صح بيش بيك يا أخوي متغرب مش كيف صحيح الغربة حتى أني ديجا قلتها في الرياكسيون وقتها شني يعني يوم ما هي اللوتة يعني تاج يعني الفوق وهي تحت يا طلع راسي من شباك الراحة مش كيما إنسان لوليات حتى كلمة لذي الكلمة اللي قالها راي كلمة بتاع استهتار بالرسمي أشبعوا بوالديكم والله بالحق والله والله أشبعوا بياني زيدة والله متعرفوش على الدنيا بيكتف عليك ترى متعدي صح والله متعرفش على الدنيا إيش فيها والله برجولي يا أخونا خلينا في التراك خلينا في الجو بتاع التراك عالم ما 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 عناش عالم يا عالم فايب وحده ابو في بلاصه وحده عنده الماجيك بتاعه كما يقول فرانكو عنده التاتش بتاعه واخونا عنده شو ما ينجمش يكون في معناها في التوب في تونس وما يكونش عنده التاتش بتاعه وحده فماش ريت عندنا لاسامي كابتن وكعبله نسميوهم في تونس كل واحد عنده التاتش بتاعه باش يتميز وباش كذا فهمت عنده فاست فان شاء الله التراك يعاود يلحق خاطر راهو البارح شفته قربت في ساعتين 30000 فهمت ابارامون ما نعرفش متى تسكر له التراك بالضبط واليوم مع حكايه ما دي ساعه مسكرت مش هذيك اللي تتسمى شو مش مقص تاع قريفه معناها صحيت تو رجع للتوندونس 15 توندونس إن شاء الله يرجع يواصل على روحه وربي يعين كل إنسان يخدم على روحه وربي يعينكم وربي يوفقكم إن شاء الله ديما تبتون أغنيه إن شاء الله إني ديما رياكتي إن شاء الله إني من الآخر نقول حاجة من الآخر نقول حاجة رأو والله حتى العصاف العجلة وتعطيل صحيح عنا 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 في السن رأو عليها نتفكر عليها قبل وصلوا يعني يشرعوا له ديسلايك ديسلايك معنا ما ديزلايك باش يطيحوا له وانا علاش شكون والبوم والبوم تسيب واليوم مع نوردو كيك وقعد يخدم وصل وزاد قدم وهم الكل كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد مشكلته شوف والله العظيم سيبوا العباد تخلي تخدم على الرواح احش مع رواحكم يا اخونا يدي ليه كلكم يدي قداش عندنا مريناش في السنة التونسية فيت ما بينات زوز كبار صحيح اخر فيت بلينغوس وسامارا نحكي واحنا في تيت كيما كيك معلم معاج كل واحد ترى فيه بري كل واحد جبد وحده علي هبط وحده نوردو يهبط وحده كازو يهبط وحده سمارة غلبيته وحده خل نشوفه في تيت خل نشوفه هي تارك ومات وقلتها ومزلت باش نقولها الراب في تونس فسد وقت اللي ولا فيه فلوس نورمال مو حاجة إيجابية وحاجة نزيدوا نبنيوا عليها باش نقدموا نزيدوا نستثمروا باش نطيروا احنا تفرقنا وقت اللي ولت فهم فلوس ولا فهم البغض ولا فهم يا اخونا يا اخونا يبقى المثال الحي كاش اسمه البي ذاك اللي يعمل في الكسكروتات وقت اللي كانت عنده براكه وسكروا له البراكه بتاعه البلديه توانس الكل تحركت وكيفاش كيفاش تقطعوا له قسمه الرجل وقت اللي عمل فروع في تونس الكل هاك هاك ريتك التسكيره هاكي سبب من عند ربي هذاك اني الرفيه ربي كيك سبب من عنده باش تتحرك العباد وباش الانسان هذاك يتعرف وقت اللي ولات اليوم فروع ولا الرجل يخدم كيفاش كسكروت بس 17000 وشوفك الخلطه تعرفتي نفس الخلطه يا برو هذيك نفس الخلطه وشنو هي كيفاش كسكروت ب 17000 هو قال الساعه نبداو من 7000 الكسكروت اش معناها كيفاش حتى كي يقول لك بمليون البيع ايجاب وقبول في الدين الاسلامي فماش حرام في قداش هذه هذه ب 10000 يعني يجيك هذا يقول لك بمليون انت تحب تشريها ما عنده بمليون حلال محلل
ايه هو بغض لا اكثر لا اقل. وانت ولي فما فلوس فما فلوس وليو نحسبوا البعض اخي واحد ولا زوز هو والوليد هم لاحظوا علينا راه راو اشقائنا راو يتبعوا فينا راو التوانسة يتبعوا فينا من العالم العربي الكل راه ملاحظين علينا ملاحظين اللي فما البغض والعزت وكذا فالعصاف العاجلة برو اهفت حاسلوا الشمعة الروح حاسلوا الوليد يا كهاو يا كهاو الاولاد بسعاده بسعاده معليش حاب نسكر احلى ناس كلمه بقى ولا صايصه ولا كلمه كلمه مش نوله مستقير يا برو لحظه بالله لحظه يا برو ريت نقول لك فيه كلام هذا خاطرك انت معني بيه زاده راه وريت كي تتفاقم الحكايه وتكبر الحكايه حتى انت كذا اذا نهار تمشي كي تتفاقم الحكايه تخرج من تونس راه ما تلقاش قدرك يا برو انت من تونسي كنا باخذين بعضكم انت تقلبكم كحل انت برا غادي حتى انت راك ما تلقاش قدرك يا برو تخرجش مدخلني يعني ونمشي السنه الاولاد بسعاده بسعادك العاده باي باي حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر